السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فبدون مقدمات، أحيانا بعض الدروس الواحد بيلاقي ضميره مش جايبه أن يبقى قاعد على كرسي وهو بيتكلم فيها. الدرس ده من ضمن هذه الدروس يا إخواني. الدرس ده عايزين نتكلم على ايه؟ تخيل كده لو بعد 100 سنة حد مننا عاش مثلا بعد 100 سنة وبيفتح الراديو مثلا فلقى خبر انتشار الأوبئة في أمريكا. الأوبئة تفتك بالشعب الأمريكي. أوبئة؟ أمريكا؟ أمريكا بلد الحضارة العلمية، أمريكا بدل الفيمتو تكنولوجي، أمريكا بدل الستيم سيل تكنولوجي. بعد كده بتقرأ الجرايد لقيت مكتوب التخلف العلمي يكتسح أمريكا. تخلف علمي؟ أمريكا اللي كان 3/4 جوائز نوبل من علماء أمريكان. ازاي بلد الحضارة العلمية؟ ازاي الحاجة اللي هتبقى بهراك في الوقت ده؟ ازاي الدولة دي بقت كده؟ هو ده الوضع بتاعنا يا جماعة. ازاي احنا بقينا كده؟ هو ده. بل بالعكس، امريكا ما وصلتش للي احنا وصلنا ليه. امريكا ما تألقتش التألق اللي الحضارة الاسلامية تألقته، واللي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خضوه، والبطولات اللي عملوها. احنا في يوم من الايام كان الشاب من شبابنا يرمي نفسه من فوق باب الحصن عشان يفتح الحصن من جوه ويضحي بنفسه ويضحي بحياته، عشان مفيش باب يقف قدام دعوة الإسلام، عشان مفيش باب يقف قدام الدعوة إلى الله، عشان مفيش حاجز يقف قدام تبليغ كلام الله. يطلع الوقت، يطلع الوقت الواحد وهو رايح خطبة الجمعة، يعني سبحان الله، في القاهرة وداخل على المسجد لقيت طابور من الشباب والفتيات قدام السينما مستنيين ساعة أذان الجمعة فتح باب السينما، كأنه خنجر في قلبي. احنا وصلنا للدرجة دي. امبارح في جولة من الجولات بكلم شباب فبقول لهم يعني انتوا يعني لو صاحبك يعني يوم في رمضان والساعة 2 الظهر وقال لك انا عطشان اموت بالعطش تقول له ايه؟ قال لي اقول له افطر. انا عمري ما سمعت الاجابه دي، انا طول عمري بحسبها هيقول لي اقول له اصبر. قلت له لا، يعني الصح. قال لي هقول له افطر، يعني يعمل ايه يعني؟ قلت له لا، المفروض ايه يعني؟ مش المفروض يصبر؟ قال لي اه، بس هو الراجل عطشان، الراجل عطشان. احنا وصلنا لايه يا جماعه؟ وصلنا لايه؟ ازاي امتنا وصلت للدرجه دي؟ ازاي شبابنا وصلوا للدرجه دي؟ كل ده من عاقبه ترك الدعوه الى الله. كل ده اصعب مشاكل، اسهل حل الاصعب مشاكل هي الدعوة الى الله. كل ده من عقوبة ترك الدعوة الى الله. لقينا 4 شباب قاعدين يشربوا مخدرات في عربية في مكان كده ضلمة، دخلنا نتكلم معاهم. الشباب اتأثر، منهم من بكى، 2 منهم التزموا ملتحم في 5 دقايق كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المشكلة فين؟ المشكلة في 4 شباب اللي قاعدين بيخدروا في العربية، ولا في الملتزمين اللي نايمين في الجوامع؟ المشكلة فين؟ لما ندخل على فرقة فنية ونتكلم معاهم في 5 دقايق الحالة تنقلب ويقولوا نعمل ايه؟ نصلح اللي احنا فيه ازاي؟ يبقى المشكلة فين؟ المشكلة في اللي بيفسدوا، ولا المشكلة في الملتزمين اللي نايمين؟ لما ندخل على قهوة من القهاوي ونتكلم، صاحب القهوة ينهار من البكاء ويقول انا نفسي اسيب الشغلانة اللي انا فيها ده ايه؟ لما ندخل على قهوة تانية الشاب اللي واقف فيها يتوب الى الله في خلال دقائق ويترك هذه المهنة ويلتزم. لما ندخل على قهوة من القهاوي نكلم الشباب وهم قاعدين سايبين الصلاة فيقوموا معنا ويذهبوا الى المسجد ويتقدموا خطوات في دقائق، يبقى المشكلة فين؟ المشكلة في الشباب اللي قاعد على القهوة، ولا المشكلة في اللي عارف وساكت، ولا المشكلة في الملتزمين السلبيين؟ فرسان الدعوة. الدرس بتاع النهاردة يا جماعة فرسان الدعوة. الدعوة الى الله عايزة فرسان الوقت، الدعوة الى الله عايزة ناس تبذلوا لها الوقت، وإلا الوضع يعني زي ما هنتكلم الله أعلم هيوصل لحد فين. الواحد قلبه بيتحرق، قلبي بيتحرق لما بشوف كل يوم شاب جديد بيدخل في الإلحاد. انتوا فكركوا ان اهل الباطل نايمين ورا كل شاب بيلحد ناس موتت نفسها للنهار في الدعوة الى الإلحاد؟ عشان الشباب وعشان الإلحاد ينتشر بالمنظر ده، عشان الأفلام الإنتاجية الإعلامية الفنية اللي بيعملوها تطلع بالصورة البروفيشنال دي، عشان الانتشار والكتب اللي بينزلوها في العالم كله تنتشر بالمنظر ده. في ناس موتت نفسها
عشان دين بيقول لا اله والحياة مادة. امال اللي له اله اللي له رب نايم ازاي؟ ازاي لما الواحد بيشوف جهود بتوع التنصير، جهود اهل الباطل عشان الدعوة الى الباطل، بيقولوا امال احنا نايمين في الدعوة الى الله ازاي؟ نايمين في الدعوة الى الحق ازاي؟ عندنا في العالم 23,000 منظمة تنصيرية، احنا عندنا كم مؤسسة دعوية؟ عندنا كم مؤسسة لنشر الدين في الارض؟ 23,000 منظمة تنصيرية، 23,000 بيديروا 100,000 مدرسة، 100,000 مدرسة فيها كام مليون طفل مسلم بيتعلموا مبادئ النصرانية، عندهم 500 مدرسة لتخريج بس الكوادر بتاعت المنصرين، مدارس متخصصة يخرجوا بقى الكوادر بتاعتهم، افريقيا لوحدها بيعمل فيها في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت ده ايه؟ 120,000 منصر ومنصرة. طب الوقت كم واحد ملتزم بدين ربنا بيدعو الى الله وبيدعو الى الاسلام في افريقيا في اللحظة اللي احنا فيها دي؟ 120,000 منصر ومنصرة بيشتغلوا للدعوة الى التنصير في افريقيا، بيصرفوا سنويا 2 مليار دولار. انت متخيل الامكانيات الجبارة ده ايه؟ عبد الرحمن الصميت الله يرحمه الداعية الخليجي اسلم على ايده في افريقيا بس 11 مليون واحد لما اشتغل بني ادم، لما اتحرك بالحق ربنا فتح له القلوب. ولكن القضية كم واحد بيتحرك وكم واحد بيشتغل؟ القى عصاك، لو احنا اشتغلنا في الدعوة الى الله لمواقع فاسدة ولا قنوات فاسدة ولا تكشو علماني ولا الحاد ولا تنصير هيأثر في هذه الامة. ولكن لما احنا نشتغل يا جماعة في السودان، من 100 سنة كان عدد النصارى في السودان 10 افراد، الوقت 4 مليون، جم ازاي؟ في قصيص، في منصر اسمه دانيال، دانيال ده راح السودان وعاش فيها ومات فيها، مات فيها ودفن فيها وفرغ عمره لرسالة نشر التنصير في السودان. عارفين جون جارانج اللي فصل جنوب السودان عن شمالها؟ ده كان شاب وده كان واحد وصغير وتنصر واعتنق هذا الامر. يعني انا عايز اقول لكم ان الناس دي شغالة. انت ما تشغل ايه؟ الناس دي بتدعو لدينها، انت ما بتدعوش لدينك ليه؟ انت ما بتدعوش لطاعة ربنا ليه؟ مش انت على الحق؟ امال انت اللي نايم ليه؟ في بنجلاديش افقر دولة في العالم تنصر 3 مليون انسان، 3 مليون انسان، ياه هنقابل ربنا نقول له ايه؟ هنقابل ربنا باي وش؟ مصر فيها حوالي 2000 منظمة تنصيرية، مصر الواحدة شغالين فيها، هم فين؟ وانت تعرف هم فين ازاي؟ انت نزلت الارض عشان تعرف، انت نزلت تشتغل في الدعوة عشان تعرف، ولا عشان تحس بيهم؟ منهم 300 مؤسسة رسمية ومشهرة ومعلنة، ومعلن ان نشاطها نشاط تنصيري. ده في بلدنا، في بلدنا عملوا مؤتمر في امريكا من اجل تنصير المغرب، وحددوا ان قبل سنة 2020 يكونوا نصروا 10% من اهل المغرب، والان في 800 منصر ارسلوا للمغرب من اجل العمل هناك. طبعا رايحين في بلد مستوى المناعة الايمانية هناك ايه؟ مستوى المناعة العقائدية هناك ايه؟ مستوى العلم الشرعي هناك ايه؟ مستوى الدعاء والنشاط في الدعوة هناك ايه؟ يا اخوانا عايزين نفوق، يا اخوانا عايزين نفوق قبل ما نتصدم جهد اهل الباطل في الدعوة الى الباطل، جهد اهل الله. والله يا اخوانا مش جهد اهل الباطل بس، جهد اهل الله. يعني موسيقار كبير جدا، موسيقار للاجيال، كان بيقول هو شباب الايام دي عايزين يغنوا ويركبوا عربيات بسرعة ليه؟ احنا كنا بنركب الحمار ونسافر من نجع لنجع ونقع في الطين عشان في الاخر نوصل لاسوان نغني فيه. الناس دي جاهدوا يا جماعة، الناس دي كافحوا، الناس دي لفوا قرى مصر ده هي 4,000 قرية فوق من فوق لتحت، بنا ومناول عشان ينشروا الفساد فيها. الممثل اللي لما جاله سرطان حول العناية المركزة لاستوديو، لاستوديو ليه؟ بيحب ده، هواه مع ده. انت مش بتحب ربنا؟ انت زي ما بتتكلمش عن ربنا؟ انت زي بتقول انك بتحبه وما بتتكلمش عنه؟ ازاي هو في حد بيحب حاجة ما يتكلمش عنها؟ تلاقي الشاب الوقت ماشي وحاطط صورة على صورة مغني ورا ومكتوب تحتها كينج، هو عايز يقول للناس انا بحب ده وحبوا كلكم ده. اللي بيحب حد نفسه الناس كلها تحبه، اللي بيحب حد نفسه يعرف الدنيا كلها ان هو بيحبه، اللي بيحب حد نفسه يكلم الدنيا كلها عنه. امال انت بتقول
انك بتحب ربنا وبتحب الصحابة وبتحب الاسلام، امال ما بتتكلمش عن ربنا ليه؟ امال ما بتدعوش الى الله ليه؟ يا اخوانا ده جهد اهل الله في الدعوة الى الله، جهد اهل الدنيا. لما افتكر واحد زي بيل جيتس، شاب امريكي نشر الكمبيوتر في القارات الستة، شاب امريكي خد رسالة نشر الكمبيوتر في الارض، نشر الكمبيوتر في القارات الستة. انت راجل اهو، انت عملت ايه؟ انت رسالة عمرك ايه؟ انت قضيتك ايه؟ يا ترى يا جماعة، يا ترى كل واحد فينا وكل واحدة فينا، انت لما دخلت الجامع انت حليت مشكلة من مشاكل الدين ولا انت بقيت مشكلة من مشاكل الدين؟ يا ترى يا جماعة، يا ترى كل واحد فينا يسأل نفسه وهو جاي له برقية. انت جاي لك برقية من كل مسلم اتقتل في غزة، جاي لك برقية من كل مسلم اتقطع له ايد او طارت له عين او حصل له عاهة مستديمة في غزة في القصف اللي فات، جاي لك برقية من كل شاب الوقت بيحاول ينتحر من الاكتئاب اللي هو فيه، جاي لك برقية من كل واحد بيعصي ربنا وبيبارز ربنا بالمعاصي ولو مات هيحاسب على الكبائر اللي بيعملها دي وممكن تمس النار الا ان يرحمه الله سبحانه وتعالى. جايرك برقية من كل دول بيقولوا لك احنا محتاجينك، بيقولوا لك احنا محتاجينك، بيقولوا لك انت فين دورك لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، فين دورك في الدعوة الى الله. انا جاي النهاردة يا جماعة اتكلم ان الدعوة الوقت عايزة فرسان وعايزة فارسات، عايزة رجالة بحق وحقيقي، عايزة ناس تبذل في الدعوة الى الله بحق وحقيقي، لازم ناس تنزل. عارفين موقف طلحة بن عبيد الله لما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة احد المشركين هاجمين عليه، لو ما فيش حد تدخل الناس دي ممكن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام، اهو ده الوضع. بس هما مش هاجمين على النبي، هما الوقت هاجمين على السنة، هما الوقت هاجمين على حدود الاسلام، هما الوقت هاجمين على معالم الدين. لازم ننزل، لازم نشتغل في الدعوة الى الله، لازم ندعو الى صراط العزيز الحميد، لازم نتكلم عن ربنا، لازم حد ينزل وإلا هيتقلك على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. بئسما خلفتموني من بعدي، بئسما خلفتموني من بعدي، انتوا عملتوا ايه؟ لما موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسة قالوا له اذهب انت وربك فقاتلا، احنا مالنا يا عم؟ احنا قضيتنا قضية لقمة العيش، احنا قضيتنا قضية مشاكل دنيتنا، انما مشاكل الدين للدين رب يحميه، انما احنا مالنا؟ الدعوة ليها رب، انما دنيتنا من اللي يقوم بيها؟ ولو قمنا بالدعوة الى الله لكفانا الله هم الدنيا والاخرة، ولا كفلنا الله في الدنيا والآخرة. مش ربنا اللي قال يؤتكم كفلين من رحمته؟ ربنا بيقولك هتكفل بيك، هكفلك، هتبقى في كفالة الملك سبحانه وتعالى. تخيل واحد في كفالة ملك الملك، اكفل ديني وانا اكفلك. هتبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لو اشتغلت في الدعوة الى الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ ده اللي كفل يتيم، امال اللي كفل دين ربنا سبحانه وتعالى؟ ده اللي عمل اللي صنع معروف لواحد في دنيته، امال اللي صنع معروف لواحد في اخرته؟ ده اللي حل مشكلة واحد في الدنيا، امال اللي بسببه الناس نجوا من جهنم ونجوا من عذاب القبر، يبقى مع النبي في الجنة ولا مش مع النبي في الجنة؟ لو شلت الهم اللي الصحابة شالوه هتبقى مع الصحابة في الجنة، لانك شلت نفس الهم اللي شالوه ومشيت على نفس الطريق اللي مشوا فيه. اخواني في الله، لما كان يعني الشيخ حسن البنا رحمه الله خارج يدي درس من الدروس وابنه بيموت من المرض زي ابن ابو طلحة لما كان بيموت من المرض وخرج يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الى الله مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، امه زوجته قالت له ابنك مريض بيموت، قال لها جده يعلم طريق المقابر. يعني ايه؟ يعني انا هعمل ايه؟ ما في دعوة الى الله، انا بقوم بحق ابني، ولكن الان ده حق الدعوة، هذا الوقت ده حق دين ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوة يا جماعة، نملة حست بالمسؤولية، نملة قالت لأيها النملة ادخلوا مساكنكم، حست بالمسؤولية. النملة دي هتعمل ايه وهتقدم ايه ولا تأخر ايه قدام جيش؟ انما حست بالمسؤولية. احنا ما حصلناش نملة، انت ما حصلتيش نملة، انت ما حصلتيش نملة. معقول يا اخوانا؟ لما بشوف في خطورة ياسين، مؤمن قال ياسين لما نزل وفي ثلاثة رسل موجودين، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وهو نزل ما قالش ما فيها، هوت الواقع مليان، انا هزود ايه ولا هاخر ايه؟
ربنا ما ذكرش كلامهم وذكر كلامه في اخر القصة. ذكر كلامه ليه؟ لان الرسل جايين عشان احنا نتحرك. الرسل جايين عشان يحركونا احنا، عشان احنا اللي نفوق من اللي احنا فيه، عشان نفوق، عشان يبقى لينا هدف، عشان يبقى لينا وجهة. اخوانا زي سيدنا حرام ابن بلحان لما طعن وقال فزت، الراجل اللي طعنه كان هيتجنن، اسلم بسبب كلمة فزت. فزت بايه؟ ده انت شبابك ضاع، انا فزت، ده انت ولادك اتيتموا ومراتك اترملت. لا، فزت ورب الكعبة، ده انت ما انتش راجع الدنيا تاني، بس فزت ورب الكعبة. ليه؟ لان انا نلت الهدف بتاعي، لان انا كان ليا رسالة ومت على الرسالة ده، ايه ومت على الطريق ده هو. هي دي يا اخوانا، هي دي الرسالة اللي ورانا، وهو ده الطريق اللي ورانا، طريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، طريق ان احنا نشتغل في الدعوة الى الله. عمر بن الخطاب لما دخل الصحابة قالوا كنا اذلة حتى اسلم عمر. انت دخلتك الالتزام فرقت معانا ايه؟ انت دخلتك المسجد فرقت ايه؟ انت وزنك ايه؟ انت قيمتك ايه؟ انت فرقت معانا قد ايه؟ عمر بن الخطاب دخل من اول يوم عمل نقلة نوعية في الدعوة. انت عملت ايه في الدعوة الى الله؟ فرقت ايه في الدعوة الى الله؟ خدوا بالكم يا اخواني، انت الكسبان لو اشتغلت في الدعوة، وانت الخسران لو سبتها. انت الخسران، يعني انت الخسران، يعني لما ابو طالب، لما ابو طالب، لما عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، لما جه ابرهة وعمل الاجتياح البري لمكة وعمل حصار يعني شديد على مكة من كل النواحي، وابرهة كان جاي عشان عقيدته، ابرهة كان راجل مشرك ولكن جاي عشان العقيدة، العقيدة هي اللي بتحركه، زي التنصير الوقت مثلا جاي عشان العقيدة. عبد المطلب كان رئيس وفد لجنة المفاوضات بين مكة وبين ابرهة، فراح لابرهة، ابرهة قال له عايز ايه؟ قال له انا ليا 200 ابل انت خدتهم مني. ابرهة ذهل، 200 ابل ايه؟ ده انتوا الكعبة بتاعتكم هتتهد، ده انتوا المقدسات بتاعتكم هتتهد، وجاي تكلمني في شوية بهايم؟ قال له انت في ماذا تتكلم؟ انت سايب المقدسات بتاعتكم وبتكلمني في شوية بهايم؟ قال له انا رب الابل، واما البيت فللبيت رب يحميه. عبد المطلب ساب البيت، عبد المطلب ساب القضية، ما شالش القضية. ايه اللي حصل؟ ربنا بعت طيور خلصت الموضوع. يعني ايه؟ يعني لو انت سبت دين ربنا، ربنا مش هيسيب دينه. لو انت تخليت عن دين ربنا، ربنا مش هيتخلى عن دينه. يعني انت الخسران. اوعى تخون، اوعى تخون قضية دينك، اوعى تبيع قضية الدعوة الى الله. انت الخسران لو بعت القضية، وانت الكسبان لو دعيت الى الله، انت الكسبانة لو اشتغلت في الدعوة الى الله. انتوا عارفين الداعي الى الله يا جماعة؟ سبحان الله العظيم، كان يعني احدى الداعيات السعوديات، احدى الداعيات بدون ما نذكر اسمها، يعني احدى الداعيات السعوديات مرضت، كبرت ومرضت ودخلت المستشفى، بقت يحطوها على الاجهزة، اول ما تتشال من على الاجهزة تقوم تقعد تلف في المستشفى، تقعد تعظ في النساء وتدعوهم الى الله، اول ما يتحط الاجهزة عليها تاني يجيبوا لها مايك وتبدأ تكلم المريضات في المستشفى من خلال المايك عشان ما تبطلش دعوة الى الله، حتى وهي محطوطة على الاجهزة بتاعتها في السرير بتاعها، حتى وهي بتموت. قبل ما تموت خدت المصحف في حضنها وماتت وهي محتضنة لكتاب الله، وماتت وهي تذكر قول الله، والذين امنوا اشد حبا لله، والذين امنوا اشد حبا لله، وماتت وتيبس جسمها على المصحف. حاولوا يشيلوا المصحف منها بعد ما ماتت، معرفوش يشيلوه، معرفوش ينتزعوه منها، ودفنوها والمصحف في يديها، ودفنوها والمصحف في حضنها. خواتيم الدعاء الى الله. اللي بيتكلم عن ربنا بيموت ازاي؟ اللي بيعيش حياته يتكلم عن الله، من عاش على شيء مات عليه، بيموت ازاي؟ شيخ الغزالي الله يرحمه لما مات وهو يتكلم ويدعو في الدين في مؤتمر من المؤتمرات، هو عاش كده فمات كده. شيخ كشك الله يرحمه وكيف مات؟ لما جاب ابنه وقال له يا ابني النبي مات عمره كم سنة؟ 63 سنة. قال له أنا عندي النهاردة 63 سنة، يوم الخميس بالليل. الجمعة الصبح قال لزوجته أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام، شفت النبي وسيدنا عمر، وآخر الرؤية وقع ميتا بين النبي وعمر وغسل في هذه الرؤية، سبحان الله العظيم. ثم قام أخذ غزل الجمعة وقام يصلي ركعتين عشان ينزل المسجد، وهو في الركعة الأولى نازل للسجدة الأولى مات، مات وهو في طريقه الى السجود بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. خواتيم اللي بيشتغل في الدعوة الى الله. الداعي الى الله
بياخد ايه من ربنا؟ ربنا بيديله ايه؟ لو نعرف اللي ربنا بيديه لمن يدعو الى الله، كما قال تعالى: لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون. عايز تشوف امشي في الطريق ده، عايز تشوف قدرة ربنا امشي في طريق الدعوة، وشوف ربنا هيعمل ايه للي بيمشي في طريق الدعوة، وشوف ربنا هيعمل ايه للي هيتكلم عنه في طريق الدعوة الى الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. مين اللي هيشوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه؟ الداعية اللي تعب في دعوة الناس يوم القيامة ربنا يجيبه ويقول له: شوف الناس اللي انت تعبت عشانهم، بدل ما كانوا هيترموا في جهنم الوقت، شوفهم وهم بيعدوا من على الصراط، شوف ثمرة عمرك، شوف ثمرة حياتك. اذا كان دول المدعوين، امال الداعية ربنا هيعمل له ايه؟ اذا كان المدعوين يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، امال الداعي اللي دول انقذوا بسببه هيحصل له ايه؟ وربنا هيرفعه قد ايه؟ الداعي عند موته، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. شوف ربنا بيقول ايه؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الداعية ربنا مع هذه الايات قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يعني الداعي الى الله ده هو بيموت حياته افراح، وافواج الملائكة نزلة تهنئه بالفوز والفلاح، ونزلة تثبته في لحظة خروج الروح من جسده. الداعي الى الله ربنا بيعمل له ايه في قبره؟ ربنا بيعمل له ايه في الجنة؟ ينادى من ابواب الجنة الثمانية ان صدق الله في الدعوة. ليه؟ لانه دعا لبر الوالدين، وده باب في الجنة اللي طبق في ميزانه. دعا للجهاد في سبيل الله، وده باب في الجنة اللي طبق في ميزانه. دعا للصلاة وقيام الليل، وده باب في الجنة اللي طبق في ميزانه. دعا للصيام، وده باب في الجنة اللي طبق في ميزانه. فكل الناس تدرك الجنة باعمالها الا الداعي الى الله يدرك الجنة بأقواله وليس بعمله فقط. فينادى من أبواب الجنة الثمانية: أنت الكسبان، أنت الكسبان لو اشتغلت في الدعوة إلى الله، أنت الكسبان لو اتكلمت عن ربنا. زي اللي راحهم يزوروا يعني شاب من الشباب وفتح لهم الباب، عايزين ايه؟ احنا جايين من الجامع وعايزينك تيجي. جه معاهم بعد ما تاب والتزم، قال لهم: اللحظة اللي انتوا خبطتوا عليا فيها كنت معلق حبل هشنق نفسي فيه وكنت هنتحر فورا. شباب الوقتي مين اللي ينزل ينقذهم مما هم فيه؟ شاب من الشباب في ندوة من ندوات الجامعة قال لي: انا حاولت انتحر 17 مرة. بنت من البنات قالت: انا حاولت انتحر مرتين. شاب من الشباب واحنا في جولة على قهوة من ايام قال لي: صاحبي كان بيحب بنت ووالده منعه عنها، انتحر وقتل نفسه. يعني ايه؟ مين اللي ينقذ الشباب من اللي هم فيه؟ مين اللي ينقذهم من الواقع اللي هم فيه؟ انت عايز تقولي انك انت بتحب ربنا وانت بتتكلمش عنه؟ انت عايز تقولي انك بتحب الاسلام وانت بتتكلمش عنه؟ انت عايز تقولي انك بتحب الصحابة وانت بتتكلميش عنهم؟ طيب تعال معايا، انت قبل ما بتلتزم كنت داعي، كنت بتدعو لكل محل اكل حلو بتدخله وبتكلم الناس عنه، كنت داعية للاعيب الكرة اللي انت بتحبه، كنت داعية للمغني اللي انت بتسمعه وكان نفسك كل الناس تسمع الالبوم بتاعه اول ما بينزله، وكنت بتقعد تشير الاغنية اللي بتحبها ونفسك كل الناس تتفرج على الفيلم اللي اتفرجت عليه وعجبك. كان نفسك ان كل حاجة بتحبها الناس تحبها والناس تعرفها والناس تعرف انك بتحبها. ليه ما تعملش كده مع ربنا؟ ليه ما تعمليش كده مع ربنا؟ ليه ما تبقاش كده مع ربنا؟ ليه ما تجيش وسط الناس؟ انا كنت مبارح ماسك المصحف وقريت الاية دي، الله شوفوا الاية دي يا جماعة، شوفوا ربنا بيقول ايه، شوفوا عظمة القرآن، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الفلاني. ليه؟ لو انت بتحب الدين ده انت بتتكلمش عنه ليه؟ ليه ما تتكلمش عن ربنا؟ خد بالك، خد بالك ان مش اي حد يتكلم عن ربنا، خد بالك ان الموضوع مش بمزاجك، خدي بالك ان الموضوع مش مفتوح كده. انت ممكن تتكلمي عن المغني الفلاني، انت ممكن تتكلم عن الممثل الفلاني، انت ممكن تتكلم عن لعيب الكورة، انما مش اي حد يؤذن لانه يتكلم عن ربنا وداعيا الى الله باذنه. يعني لما ربنا يأذن لك يعني ده شرف انت لازم تسعاله عشان ربنا يدهولك، ده شرف، دي مهنة الانبياء. انت عارف لما يقولك فلان جراح مخ واعصاب عظيم، دي مهنته. فواحد يطلع يقولك انا عايز اطلع جراح مخ واعصاب،
تقول له لأ ده دي مهنة عالية مش اي حد يقدر ياخدها، انت لازم تتعب عشان توصل لها. ده انت مش هتبقى جراح مخ واعصاب، انت مش هتبقى وكيل وزارة، انت مش هتبقى وزير، انت هتبقى بتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغه عني هتبقى نائب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هتبقى نائب للرسل والانبياء في تبليغ كلمة ربنا كما قال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال المفسرون الصادقين اتباع الانبياء، يعني ربنا هيسألكم انتوا شلتوا الامانة بعد محمد بن عبد الله ولا لا، انتوا دعيتوا الى الله بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات ولا لا، مش النبي قال بلغوا عني، بلغ يعني فعل امر، انت نفذت فعل الامر ده ولا لا؟ تخيل كده لو انت معدي ماشي بتتمشى من على بحر لقيت واحد بيغرق بيموت وبيستغيث وانت قلت يعني ده واحد بيغرق طب انا اعمل له ايه وانا مالي وقمت مكمل، تبقى ايه في ندالة في الدنيا بعد كده؟ طب انت عارف ان الشباب الوقت بيغرق ساكت ليه؟ تخيل لقيت واحد بتولع في نار وانت كملت وقلت وانا مالي وانا اعمل له ايه، اللي يتحرق يتحرق. يبقى انت بني ادم، انت الوقت شايف المعاصي بتحرق في الناس بل بتحرق فينا احنا كمان وساكت وبتغيرش وبتعلق كل سكوتك على شماعة اصلنا كمان مذنب، انت كمان مذنب. انت لو عايز تبطل ذنب ادعو الى تركه وانت ربنا يعينك على تركه، لو عايز تعمل عبادة ادعو اليها وانت ربنا يعينك عليها، اوعى تقول الدعوة ملهاش نتيجة، انت محتاج الدعوة اكتر من المدعو. الدعوة بتطهر قلبك وبتغسل قلبك وبتربيك وبتصلح لك شخصيتك وبتنمي ايمانك اكتر من المدعو اللي انت بتتكلم عنه، لان اقرب ودن لبقك هي ودنك انت، يعني انت اكبر مستفيد. يعني انت لما بتشتغل في الدعوة بتشتغل عشان مصلحة نفسك قبل مصلحة المدعو، انت اللي محتاج. الداعية محتاج الدعوة اكتر من المدعو، انا محتاج الدرس ده اكتر منك. واوعى تفتكر ان لما بقولك الداعية انا قصدي اللي ماسك ميكروفون وفي كاميرا قدامه، اوعى. الداعية ده كل واحد مننا ينفع يدعو الى الله، في واحد ممكن يدعو على النت، في واحد ممكن يدعو بتوزيع ورق، في واحد ممكن يدعو بالكلام، في واحد ممكن يدعو بكلمة، في واحد ممكن يدعو بجولة، في واحد ممكن يتابع واحد ويدعوه، في واحد ممكن يشتري مطويات ويوزعها. كل واحد له طريقة، كل واحد له باب، ولكن كل واحد عارف الباب اللي هو يقدر يخدم فيه واللي يقدر يؤدي فيه. محدش يا جماعة، يعني تخيل كده قبل ما انت تلتزم لما كنت تلاقي فيلم حلو وتتفرج عليه لو ما قلتش لاصحابك يقول لك انت ندل. طب امال اللي عرف طريق الجنة وما قالش للناس؟ لو عرفت سكة وظيفة بخمس تلاف جنيه في الشهر وما كلمتش اصحابك عنها ده يقطعوك مدى الحياة، امال اللي عرف طريق الجنة وما كلمش الناس عنه يبقى هو ايه؟ يبقى ده يعني درج ده يتسمى عند الناس ايه؟ انت نفسك ان البلد احوالها تتصلح، طب ربنا بيقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، احنا خير امة واحسن امة طول ما احنا شغالين في الدعوة الى الله. يبقى انت لو عايز امور الامة، لو عايز مصر تتصلح اقتصاديا، لو عايز مصر تتصلح اجتماعيا، الحل الدعوة الى الله، بس فرسان الدعوة الى الله، بس دعوة بحق وحقيقي، بس دعوة يقوم عليها رجالة بحق وحقيقي. انت الكسبان لو اشتغلت في الدعوة، وانت الخسران لو تركت سبيل الدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعد النبي الى المنبر عليه الصلاة والسلام، والنبي لما كان يصعد المنبر معناه ان الموضوع خطر، يعني ده مش هيتقال تحت، ده هيتقال على المنبر، فقال يا ايها الناس ان الله تعالى قال أؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر أو تدعوني فلا أستجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم. ادعوا إلى الله قبل ما تقول يا رب أبواب السماء تتقفل قدام دعائك. ادعوا إلى الله قبل ما الأمة تقف وتقول اللهم عليك باليهود والإجابة لا والإجابة لا تتنزل. ها، أؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم
وتستنصروني فلا أنصركم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، يعني تهديد، لو تركت الدعوة إلى الله ما تزعلش، ما تزعلش، انت بتتكلمش عن ربنا، انت ما بتغيرش على حرمات ربنا، ما تزعلش بقى وما تقوليش اتكلم اقول ايه، ما عنديش كلام. يا عم ايام الانتخابات كل الناس بتتكلم، كل واحد بيحب مرشح قاعد يتكلم عنه ويقنع الناس بيه. اتعلموا ايه بقى الناس دي؟ الناس دي جابت فنيات الدعوة منين؟ الحماس، الحماس اللي في وشه وهو بيكلمك عن المرشح بتاعه بيخليك انت نفسك تتشد وتندمج معاه في الكلام. انت بتتكلم عن الدين بحماس، بتتكلمي عن الالتزام بحماس، بتتكلم عن ربنا بحماس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف احنا خسرانين قد ايه لو سيبنا الدعوة الى الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم بحدود الله، حرس الحدود اللي بيتكلموا عن ربنا والواقع فيها، الشباب اللي مكسر حدود ربنا والناس اللي بتعصي ربنا، كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا فكان قوم اعلاها وقوم اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على الذين من اعلاها. موضوع صعب بقى. فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولا نؤذي من فوقنا. يا سلام يا عم، روح عملوا لنا ساحل شمالي ملوش دعوة بالدنيا كده، الخمرة تتشرب في القرى بتاعته والفجور يعلن في الأماكن بتاعته، ملناش دعوة بالمجتمع، لا المجتمع في مشاكل ولا أي حاجة. لو أن خرقنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، ملناش دعوة بيهم ولا هم لنا دعوة بيه ولا هم لهم دعوة بينا، على راحتنا نروح نعمل شرم كده، نروح نعمل أي قرية سياحية، نروح نعمل نوادي مغلقة، نروح نعمل حاجات مغلقة، نعمل فيها المعاصي اللي احنا عايزينها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. العنوسة نزلت على الكل، البطالة نزلت على الكل، السرطان والفشل الكلوي نزل على الكل، الفقر نزل على الكل، الاكتئاب النفسي والتوتر نزل على الكل، الهم نزل على الكل، المشاكل نزلت على الجميع. فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. اللي مش هيشتغل في الدعوة إلى الله هيهلك مع التاني. وإن أخذوا على أيديهم، وإن أخذوا مش وإن أخذ، وإن أخذوا جمع، يعني لازم الكل يشتغل في الدعوة إلى الله. سيدنا موسى كان قائد أعظم من يوشع بن نون، ولكن يوشع هو اللي فتح فلسطين. ليه؟ لأن الصف اللي ورا يوشع كان صف مضحي غير الصف اللي كان ورا سيدنا موسى عليه السلام. يبقى القضية مش قضية قائد، القضية مش قضية في شيوخ ولا ما فيش شيوخ، القضية مش قضية ان الناس شيوخ بيعملوا ايه، انت بتعمل ايه، الصف نفسه احواله ايه. انت شغال في الدعوة، انت شغالة في الدعوة الى الله ولا ما انت شغالة في الدعوة الى الله؟ هي القضية قضية محورية يا جماعة. وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، المجتمع كله ينجو، انت الكسبان لو اشتغلت في الدعوة الى الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم دول اللي هيفلحوا، هم دول اللي هيجنوا الثمرة. عايز تبقى منهم ولا ما انتش عايزة تبقى منهم؟ هم المفلحون ولا هيكسب؟ أمال التاني؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، التاني خسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواصوا، اتكلموا عن ربنا ودعوا الى الله. يبقى اللي دعا الى الله كسب واللي ما دعاش الى الله خسر. انت الخسران، انت الخسران لو تركت الدعوة الى الله. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الباقيين كلهم بقى، الظالم واللي سكت على الظلم، الكنسهم، الكنسهم يا جماعه، يا اخوانا اللي ما بيرضاش يشتغل في الدعوه الى الله بيتكنس، وبيجي اللي احسن منه، وبيجي اللي هيشيل دين مش اللي هيبقى مشكله من مشاكل الدين. انت الكسبان لو اشتغلت في الدعوه الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نضر يا رب نعمه، يا رب اديله نظرة النعيم في الدنيا قبل الآخرة. انت الكسبان لو اشتغلت في الدعوة الى الله، وانت الخسران لو سبتها. يا اخوانا اسمع قول الله، اسمعوا رسالة السماء الى الارض. قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله. هذه سبيلي، الكلمة اللي لازم الملتزمين والملتزمات الوقت يفهموا انها عقيدة عندنا، الكلمة اللي بتلخص ركن من اركان منهجنا. هذه سبيلي ادعو الى الله. الطريق بتاعنا طريق دعوة. لما قالوا للنبي ان شئت ملكا ملكناك، قال لهم انا مش بتاع مراكز. الدعوة الى الله لما تنجح هي اللي هتجيب المراكز، وهي اللي هتجيب الكراسي، وهي اللي هتجيب التمكين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. سبيلك لايه يا رسول الله؟ لما اقول لك انا الطريق اللي هيوصلني الدعوة هيوصلك لايه؟ سبيلي الى الله. ياللي عايز تتربى، ياللي عايز تصلح قلبك، ياللي عايز تزكي نفسك، ياللي عايز توصل لربنا، اللي هيوصلك لربنا الدعوة الى الله، اللي هيملى قلبك بحب ربنا انك تتكلم عن الله. قل هذه سبيلي، يعني الدعوة بتربي. مش بقولك ان الداعية محتاج الدعوة اكتر من المدعو، اكتر من المدعو نفسه. مش بقولك انك بتدعو عشان تصلح نفسك، مش بس تصلح غيرك. قل هذه سبيلي، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك، الآية دي نزلت امتى؟ قالك نزلت بعد احد، بعد ما تمثل بجثة حمزة. كان ممكن يبقى في حلول تعصبية، النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال له اشتغل في الدعوة. قالك نزلت برضو بعد صلح الحديبية، يعني بعد ما بقى في امكانية ان احنا يعني نعمل حراك سياسي ونقيم دولة كبيرة في الوقت ده، اشتغل في الدعوة. قالك برضو نزلت اخر مكة زمن سورة النحل بقى نفسها، يعني يشع بقى ابي طالب وعامل حزن والخنقة، والناس دي اصلا ما تستاهلش ان حد يتكلم معاها عن ربنا، يولعهم. قال اشتغل في الدعوة، يعني مع النصر اشتغل في الدعوة، ومع الهزيمة اشتغل في الدعوة، ومع الضغط والحصار اشتغل في الدعوة. هي دي يا جماعة هذه سبيلي، هو ده معنى هذه سبيلي، هو ده معنى ان طريقنا طريق دعوة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. قالك يعني ما قدم واخر؟ من ضمن الاقوال قالك قدم الاعمال الصالحة اللي عملها في حياته، قالك واخر الاعمال الصالحة اللي عملها بعد موته، او الاعمال السيئة طبعا. قالك يعني الاعمال الصالحة اللي عملها بعد موته؟ الدعوة الى الله. الدعوة الى الله بتخلي كل الناس بعد ما بتموت صحيفتها تتقفل، وانت صحيفتك مفتوحة ما بتتقفلش. ليه؟ لانك دعيت الى الله. طول ما انت كلمتهم عن الدعوة، عن العبادة، بيعبدوا وبيشتغلوا، ميزانك مفتوح وصحيفتك مفتوحة. فانت مت ولسه الحسنات المؤخرة قاعدة تدخل في الصحيفة بتاعتك وانت تحت التراب. اخوانا قل هذه سبيلي، هو ده طريقنا. هي دي الكلمة اللي لازم الاخوة والاخوات يعرفوها، واللي لازم المجتمع كله يعرفها. هو ده طريقنا، طريقنا طريق الدعوة الى الله. احنا مؤمنين بده مهما كانت الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية. سيدنا زكريا كان عايش في فلسطين وهي محتلة، وقتل في سبيل الدعوة الى الله، ونشر بالمنشار في سبيل الدعوة الى الله. سيدنا يونس بعث الى العراق نينوى وهي محتلة، وقتل ولاقى ما لاقى، وكان هيقتل في سبيل الدعوة الى الله وهو يدعو الى الله. القضية سيدنا يحيى، سيدنا يحيى ذبح في سبيل الدعوة الى الله. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى اللي اليهود والرومان اصدروا قرار بصلبه وربنا نجاه، ولم يكف عن الدعوة الى الله. كان ممكن يقولوا الناس دي ما تستاهلش دعوة، الناس اللي نشروا زكريا وذبحوا يحيى واصدروا قرار بصلب عيسى، الناس اللي عملت كده في ثلاث انبياء ما ينفعش حد يكلمها ولا يستاهلوا. ومع ذلك لم تكف الدعوة الى الله يوما واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ألم ذبحة صدرية في اخر ثلاث سنين من عمره، ما بطلش دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة، يعني الداعية طلق مراته، ما بطلش دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه شهرين بدون اي نار في بيته، يعني ما فيش حتى لقمة عيش سخنة، هو تمر ومية، ما بطلش دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ابنه مات
يوم ما ابنه مات ما بطلش دعوة، وهو بيموت ما بطلش دعوة. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، عذبوه وعذبوا اصحابه في المرحلة الجهرية ما بطلش دعوة، هددوه في شعب ابي طالب ما بطلش دعوة. ما ينفعش. قل هذه سبيلي، في واحد يسيب الطريق اللي هيوصله، في واحد ينزل من المواصلة اللي هتوصله مهما حصل، مهما قذف عليه الحجارة. سيدنا ابراهيم هدد في مصر وما سابش الدعوة. عروة بن مسعود الثقفي هدد في الطائف ودخل ودعا الى الله وقتل وهو يدعو الى الله. مؤمن آل ياسين هدد ودخل واشتغل في الدعوة وقتل وهو يدعو الى الله. الدعوة يا اخوانا، انا عايز نفهم يعني ايه هذه سبيلي، الطريق اللي هيوصلنا لربنا الدعوة، والطريق اللي هيوصلنا للتمكين الدعوة، والطريق اللي هيوصلنا للرخاء في الدنيا والحضارة في الدنيا الدعوة. بداية الفتح كله هو الدعوة. قل هذه سبيلي الى ايه؟ الآية ما قالتش الى ايه؟ سبيل النبي لايه؟ لكل خير في الدنيا وفي الاخرة، للرخاء، لتفريج الكروبات، للتمكين، لسيادة الشريعة الاسلامية. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اللي ماشي ورا النبي هو اللي شغال في الدعوة، اللي مش شغال في الدعوة ده ليس على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على طريق حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اشتغل في الدعوة، ما تقولش وانا هعمل ايه، ما تقولش والكلام بتاعها هيأثر بايه. كلمة ركبنا تاكسي، يعني مرة انا ومرة واحد من اخواني بنتكلموا في الدين، قال يا انا من سنتين ثلاثة واحد معاه ما كنتش بصلي، كلمني من يوميها ما قطعتش فرض لحد دلوقتي. تستقلش بكلمة، ما تستقلش ببسمة في الشارع ده. هو ساكن واحد قابل يعني اخ ملتزم كده، فعلى طول بشوش، قابل واحد التزم بيقول له التزمت ليه؟ قال له انت السبب. قال له ليه؟ قال له منظر الضحكة بتاعتك، البشاشة بتاعتك. ما تستقلش بورقة، ورقة دينية توزعها. لما اتعمل استفتاء على موقع الطريق الى الله، عرفتوا الموقع منين؟ فوق 50% من الشباب قالوا عرفناه من الورق اللي احنا واخدينه اللي مكتوب عليه اسم الموقع. يعني ما تستقلش. مستقبل ديني لشاب او لبنت اتفتح بسبب ورقة، مش بسبب الكلام اللي فيها، بسبب اسم الموقع اللي تحت اللي فيها. ما تستقلش، ما تستقلش بورقة اعلان عن درس او خطبة تعلقه في مكان. انا يوم ما التزمت داخل مسجد جوه حارة، داخل منها حارة، داخل اصلي لقيت يافطة اعلان جوه المسجد، ورقة كده مكتوب عليها درس فضيلة الشيخ محمد حسان. ما كانش لسه ده، الكلام ده من زمان يا جماعة، الكلام ده من 20 سنة. قلت يا الاسم ده انا سمعته مرة، سمعته قبل كده، سمعت له مرة شريط قبل كده، رحت حضرت، كانت بداية طريق كله خير وكله بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. سألعلق اللي علق الورقة ديت، كل واحد التزم بسببها في ميزان اللي علق الورقة دي، لعل الدرس ده في ميزان اللي علق الورقة دي من 20 سنة وما يعرفش. ما تستقلش، ما تستقلش باللي انت تقدر تعمله. مهما كان انت تقدر تعمل كتير، وانت تقدر تعمل كتير، وانت تقدر تغير، وانت تقدر تغيري. فرسان الدعوة، فرسان الدعوة يا جماعة، احنا عملنا قبل كده كذا حملة عن الدعوة. عملنا حملة كيف انتشر كنتاكي بالدعوة الى كنتاكي، عملنا حملة مش قادر اسكت زي مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون اتكلموا من اللي جواهم، عملنا حملة مكسوف ليه في الدعوة، عملنا حملة مفيش بديل ما تدوروش. اللي قاعدين يهقوا في الكلام في اي وسيلة تغييرية غير الدعوة الى الله، لما تنجح الدعوة كل الوسائل دي هتنجح لوحدها باقل مجهود. ولما تقف الدعوة لو موتنا نفسنا خلاص، ما في، قالوا له ان شئت ملكا ملكناك، هعمل ايه بالملك؟ طب وان شئت مالا اعطيناك، طب ما اخد الفلوس واصرفها في الدعوة، وان شئت ملكا، طب اخد المركز ومن خلال المركز اغير، طب ما احنا خدنا المركز، طب والتنمية النهضوية والاقتصادية هتعمل ايه لو القلوب مقفولة؟ انما لو القلوب مفتوحة انا مش محتاج فلوس، فلوس الناس كلها بقت بتاعة الاسلام، انا مش محتاج مراكز، كل اللي قاعدين على المراكز بقوا بتوع الاسلام. ولو مش كده التمكين هيجي بسبب الدعوة الى الله. عايزين نفهم يعني ايه قل هذه سبيلي، يعني ايه ده طريقنا، يعني ده ايه ده منهجنا. انت ليك منهج يا ابني، انت ليك منهج، احنا لينا منهج، احنا لينا رؤية في تغيير الواقع.
تبتدئ من الدعوة إلى الله والتضحية في سبيل الدعوة إلى الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، يعني للأسف الشديد أخواننا، إحنا يعني نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بس بالعكس دلوقتي كل يوم كم واحدة بتقلع الحجاب النهاردة في بلدنا، كل يوم كم واحدة بتقلع النقاب، كل يوم كم شاب بيشيل اللحية بتاعته عند أي كوافير رجالي ويرميها في الزبالة، كل يوم كم واحد بيخلع وسام السنة عن نفسه، كل يوم كم واحد بيقع في كبيرة من الكبائر، كل يوم كم فتاة جديدة إعدادي ولا ثانوي بتخرج للواقع بتبرج يزود الواقع سوء، كل يوم الواقع بيتأزم قد إيه؟ إخواننا كل ده مش محتاج مجهود، كل ده لو ألقيت عصاك الواقع ده كله هيتغير. اصل انت بتشتغل في الدعوة على قدرك وربنا بيغير على قدره، ربنا اللي بيغير مش احنا. ان الله لا يغير ما بقوم، اللي بيغير ربنا حتى يغيروا ما بانفسهم، احنا بنغير على قدنا وربنا بيغير على قدره سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله، ان الله اذا اراد بعبد خيرا استعمله. لو ربنا اراد بيك خير هيستعملك، لو ربنا اراد بيك خير هيستعملك. يا ترى ربنا اراد بيك خير ولا لا؟ يا ترى ربنا اراد بيك انه يستعملك ولا لا؟ يا ترى احنا هنسعى لشرف الاستعمال من الله سبحانه وتعالى، هنسعى لمهنة الانبياء وان احنا نبقى يعني اتباع الانبياء بجد ولا لا؟ هنسعى ده ولا لا؟ قال تعالى: قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته، الدعوة الى الله. الا هينجيني من عذاب الله الدعوة الى الله، الا هينجيني من غضب الله الدعوة الى الله. انقذ نفسك من غضب ربنا عليك بذنوبك بالدعوة الى الله، انقذي نفسك من غضب ربنا عليك بمعاصيك بالدعوة الى الله، استتر من النار بالدعوة الى الله. تاني: قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته، الدعوة الى الله هي اللي هتنجينا من عذاب الله، هي اللي هتنجينا من عذاب القبر ومن عذاب النار، الدعوة الى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله. يبقى انت عايز تموت على سبيل النبي، موت على الدعوة الى الله. يبقى انت عايز تعيش على سبيل النبي، عيش على الدعوة الى الله. عشان كده ليه ربنا نزل سورة المدثر قبل سورة المزمل؟ ليه قم فانذر قبل قم الليل؟ عشان انت لازم تفهم قبل ما تتربى انك بتتربى عشان تنزل تشتغل في الدعوة، انك بتتبنى دلوقتي، انك انت بتقعد في ورش وفي تحفيظ قرآن وفي ايام ايمانية ومعسكرات ايمانية واعتكاف رمضاني وعشر ذي الحجة جايين باذن الله عشان تنزل تشتغل في الدعوة الى الله. يبقى ما تبقاش عامل زي الارض اللي ما بتطلعش خير، اللي مهما خدت ما بتطلعش، اللي مهما تروت ما بتطلعش. امتى هيطلع منك خير لدينك؟ امتى هيطلع منك خير للإسلام؟ قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عارفين الآية دي نزلت امتى؟ نزلت في أول مكة، لما النبي لأنه لما هينزل الواقع الدنيا كلها تقف في وشه. لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل وطلع على جبل الصفا وحط إيديه في ودانه وصرخ: يا أيها الناس، يا بني عبد مناف، قعد ينادي الناس اتجعزت في ايه؟ منظر واحد حاطط ايده في ودانه يعني مش عايز يسمع حد، الموضوع في غاية الخطورة، وبيصرخ اللي ما هوش فاضي يجري بعد حد يشوف في ايه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتروا انفسكم من النار، انقذوا انفسكم من النار، اعبدوا ربنا عشان تعتقوا من جهنم. ياه، النبي كان مصدق يا جماعة عليه الصلاة والسلام، النبي كلم الناس عن الاخرة بطريقة حسست الناس كلها ان يقينا في اخرة، وإلا في واحد بيكلم كده ازاي؟ لازم ننزل الوقت
بيشتغل في الدعوة الى الله كأن احنا كلنا رجال مطافي. عارف رجل المطافي اللي تبلغ بحريقة ونازل يطفي حريقة؟ نازل شكله ايه؟ نازل بقوة شكلها ايه؟ احنا عايزين نطفي الحرائق اللي في قلب الامة، عايزين نطفي حرائق المعاصي اللي اشتعلت في كبد الامة. عايزين ندعو الى الله يا جماعة، اضرب بعصاك البحر فانفلق. طب العصا دي هتعمل ايه في البحر الاحمر يا رب؟ اضرب وملكش دعوة، القى عصاك وملكش دعوة، فاذا هي تلقف ما يأفكون. اعمل اللي انت تقدر عليه وملكش دعوة وربنا هيعينك. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ممكن يكون الدعوة الى الله تقيلة على قلوب الناس، ولكن ربنا اللي هيسرها وربنا اللي هيعيننا. لازم نتحرك يا جماعة. مفيش واحد يقول لي طب وانا هقصر ايه؟ قلت لك الكلمة ممكن تغير انسان. ما تقولش هقصر ايه. الناس دخلوا شاب كان هينتحر، هينتحر بسبب كلمة ربنا. انا اعرف شاب يعني سبحان الله العظيم كان هينتحر وبسبب مقطع قرآني ووعظي ربنا نجاه من الانتحار في اللحظة اللي كان هينتحر فيها. شاب كان هيشنق نفسه تاني وربنا نجاه لانه بعت له حد يكلمه عن الدين. ما تعرفش اللي انت هتكلمهم عن ربنا دول لما تشوفهم يوم القيامة وهم داخلين الجنة، قلبك هيبقى فرحته شكلها ايه؟ ان دول انقذوا بسببك، وانت ربنا بيفرح بتوبة التائب. لما ربنا يفرح بسببك انت عارف ربنا هيعمل لك ايه؟ لما يفرح ربنا بسببك، لما الناس تتوب بسببك، لما تبقى وظيفتك ان الناس تتوب لربنا، لما تبقى وظيفتك ان الناس تعرف ربنا، يا ترى ربنا هيعمل لك ايه في الدنيا وفي الاخره؟ يا ترى ربنا هيفتح عليك قد ايه في الدنيا وفي الاخره؟ يا ترى ربنا هيسرك رزقك في الدنيا بطريقه غير ارزاق الناس ازاي؟ يا ترى ربنا هيوريك ايات قد ايه عشان يثبتك على الطريق ده وعشان يرسخك على الطريق ده؟ محدش يقول انا مكسوف اعمل ايه، هيتريقوا عليا. يا اخي فيك يا رب، يا اخي الصحابي قال يا رب يفتحوا بطني ويقطعوا لي ودني وانفي عشان القاك دمي نازل من كل حتة واقول فيك يا رب. يا اخي فيك يا رب، يا اخي الحديث وان كان في سنديه ضعف لما ربنا ارسل ملك من الملائكة يهلك قرية فقال يا رب ان فيها عبدك فلان لم يعصق قط طرفة عين، فقال به فابدأ فانه لم يتمعر وجهه لي ساعة. ده مفيش مرة اتكسف عشاني. انك ما اتكسفتش عشان ربنا، دي كبيرة من الكبائر تستوجب الهلاك. لانك ازاي ما اتكسفتش عشان ربنا؟ ازاي؟ معناها انك ما اشتغلتش في الدعوة. ما هو واحد اديته كتاب وبعد كده بقول له ايه اللي وقف عليك فيه؟ قال لي مفيش حاجة. مفيش حاجة يبقى انت ما قرتوش. ما هو انت مفيش حد كسفك يبقى انت ما نزلتش. زي شباب بقول لهم يعني ورشة من الورش كنا قاعدين الاسبوع ده قبل ما ينزلوا جولة من الجولات، فبقول لهم انتوا يعني فبقول لهم الشباب، فواحد بيقول لي الناس بعيدة والناس مش راضية تسمع والناس، قلت له الكلمة دي كلمة واحد ما نزلش اصلا، لانك لو نزلت هتعرف ان الناس مش كده خالص. اللي هينزل هيعرف ان الناس هتموت او معظم الناس هيموتوا على حد ياخد بايديهم. بس لا تكلمهم في السياسة ولا تكلمهم في ترك دنيا، كلمهم كلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله للصحابة واخذ بقلوب الصحابة الى الله بيه. يا ابني ما تتكسفش. قال تعالى كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من. ازاي تتكسف؟ ازاي تتكسف؟ انا فاكر مرة لما سافرت الكويت وراكب مع اخوة مصريين في العربية وماشيين، ولقيت شاب كويتي ماشي بالعربية جنبنا ومشغل اغاني بصوت عالي وحطت رجليه على الدركسون، معرفش ازاي هي قاعدة غريبة كده، بس قاعدة واحد بايع الدنيا واللي فيها مش في دماغه البشرية. فقلت لهم نكلمه، فلقيتهم خافوا فعلا. انا حسيت انهم خايفين. يا عم في ايه؟ نزل الازاز. بكلمه كلمتين لقيت الواد اتأثر وخد السيديه وشغله وبدأ يتجاوب لدرجة ان لو حد بس كان واخد باله منه دقيقتين ساعتها كان دله على ابواب خير كتير. ولكن سبحان الله العظيم احنا اللي مكسوفين يا جماعة. الناس نفسها تسمع عن ربنا، احنا اللي مكسوفين. المنصرين بينزلوا يتكلموا ما بيتكسفوش. اول بنت لبست استرتش في الشارع خدت تريقة اما شبعت وما اتكسفتش. اللي بيعصوا ربنا ما بيتكسفوش. اللي بيدعوا للباطل ما بيتكسفوش. اشمعنى انت اللي بتتكسف؟ اشمعنى انت اللي بتتكسفي؟ اشمعنى؟ مكسوف من ايه؟
مكسوف انك تتكلم عن رب العالمين؟ اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إنني معكما أسمع وأرى. يا بختك لما ربنا بيقول للنبي الذي يراك حين تقوم. بعض المفسرين أي قال تقوم من مجلسك، يعني مش بس تقوم للصلاة، وممكن تقوم في الدعوة ومن الدعوة. يعني ربنا شايفك، شايفك وانت بتتكلمي عنه، يا شرفك يا فرحتك، وربنا من فوق سبع سماوات فرحان بانك بتتكلم عنه وبتدعو الناس اليه. مكسوف. واحد تاني يقول لك الناس ما تستاهلش. ما تستاهلش ايه؟ سيدنا زكريا 12 ويحيى الدبح وسيدنا عيسى اشتغل في الدعوة بعدهم. ليه؟ مفيش حاجة اسمها الناس ما تستاهلش. في حاجة اسمها ان احنا بندعو الى الله عبودية. يا عم لو الناس مش هتلتزم ومحدش هيتوب، انت بتدعو عشان نفسك، عشان لما بتغسل طبق اكتر ايد بتنضف ايدك انت. واحد يعني يقول لك اجيب كلام منين تاني؟ اظن يا جماعة اللي يعني اللي بيحب واحدة ورايح يكلم والدته عنها يعني ما بيقولش اجيب كلام منين. اللي بيحب مرشح انتخابي وراح يتكلم عنه وبيقولش اجيب كلام منين. اللي سمع اغنية ولا اتفرج على فيلم وراح يتكلم عنه وبيقولش اجيب كلام منين. اللي بيحب لعيب ولا ممثل ولا مغني وبيتكلم عنه وبيقولش كلام، اجيب كلام منين. الحب هيخليك تتكلم بحماس في وشك. كل الناس مش هتفكر اصلا انت بتقول ايه، هتفكر الحماس ده جواه ايمان ويقين قد ايه، ووراه ثبات على الطريق ده قد ايه. عايزين ننزل زي عمال المطافي. طيب هنعمل ايه؟ احنا الوقت قاعدين نتكلم بقالنا ساعة عن الدعوة الى الله، عن فرسان الدعوة وفارسات الدعوة. هنعمل ايه؟ ها حد منكم كده يقول هنعمل ايه؟ حد منكم كده يفكر ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ ايه اللي احنا ممكن نغير بيه الواقع؟ اول توصية النهاردة ان شاء الله ان الدرس الجاي ما هوش هيبقى زي الدرس بتاع النهاردة عن الدعوة، ولا زي الدرس بتاع المرة اللي فاتت عن الرجولة، ولا درس بتاع المرة الجاية. هيكون درس شبابي بحت للشباب ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله، للشباب الغير ملتزم وللبنات الغير ملتزمة. درس بتاع المرة الجاية احنا مش هنبقى فيه حاضرين قد ما هنبقى فيه جنود. يعني ايه؟ يعني الدرس بتاع النهاردة انا بفضل ومنة الله لقيت بعض الورش الاسبوع اللي فات فعلا نزل جولات ونزل في الدعوة، وفي ناس الاسبوع اللي فات بفضل ومنة الله فعلا اشتغلت في الدعوة وبدأت تسعى في الدعوة. قلت خلاص الدرس ده يبقى عن الدعوة الى الله، ونتفق ان الجمعة الجاية يبقى حملة شبابية، يبقى رسالة الى الشباب، يبقى درس شبابي بحت. وطول الاسبوع ده كلنا هنعمل ايه؟ اخوة واخوات هتبقى وظيفتنا طول الاسبوع ان احنا نكلم الشباب الغير ملتزم والبنات الغير ملتزمة اللي انت عارفاها، وندعوهم انهم يجوا المرة الجاية. يبقى احنا الوقتي شغالين فريق اهو، يبقى احنا الوقتي نازلين ناخد على ايدينا اللي بيخرقوا في السفينة اهو، يبقى احنا الوقتي فريق عمل، عاملين مشروع جماعي مع بعض. الجمعة الجاية ان شاء الله هيبقى درس شبابي، رسالة الى الشباب باذن الله سبحانه وتعالى، ايا مكان الشعار بتاعه هيبقى درس شبابي باذن الله. هنكلم فيه الشباب الغير ملتزم والبنات الغير ملتزمة خالص باذن الله. وانا وانتم والورش رجالية ونسائية، واللي ما بيقعدوش حتى في الورش كله هيشتغل الاسبوع ده على الدعوة الى الله وسط غير الملتزمين وغير الملتزمات، شباب وفتيات. هتجيب واحد، هتجيب اتنين، هتنزل جولة، هتدي كلمة. الشباب اللي معانا على النت دلوقتي اللي بيسمعوا البث المباشر درس على النت، الحملة هتبقى على النت زي ما هي بالظبط على الارض. يعني شباب النت هيشتغل على النت وشباب الارض هيشتغل على الارض. والدرس الجاي المفروض ان المنظر ده يبقى على الاقل قده مرتين. ليه؟ لان كل واحد جايب ايه؟ على الاقل واحد، وكل واحدة جايبة على الاقل ايه؟ واحدة معاها. يعني الدرس الجاي عايزين نشوف استرتشات، الدرس الجاي عايزين نشوف برفانات ريحتها طالعة من تحت لفوق، صح ولا لا؟ طب لو ما شمناش برفانات الدرس الجاي يبقى اللي تحت اي كلام. طيب لو ما فيش ملتزمين انتكسوا من مناظر التبرج بتاعت المرة الجاية يبقى الاخوات اشتغلوا ولا لا؟ ما اشتغلوش يبقى ما ينفعوش، يبقى نقفل المسجد تحت. طب لو فوق ما شفناش سلاسل يبقى انتوا ايه؟ اي كلام.
طب لو فوق ما شفناش سبايكات وفرزاتشات وبنتكورات و... يبقى انتوا معناها ان انتوا ايه؟ ان انتوا نمتوا في الخط، مظبوط ولا لا؟ مين هيشتغل في الدعوة الاسبوع ده وهيعاهد ربنا انه هيجي الاسبوع الجاي على الاقل بشاب او باتنين شباب غير ملتزمين؟ مين يشتغل؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ تلتين الناس بس؟ احنا بنهزر ولا ايه؟ نزل ايدك يا عم الشيخ انت وهو. قال ده انا صوت اتحرق. ده انا بعد كده انا بعد كده احط جنبي يعني شويه حاجات متفجرات كده احدفها على بعض الناس. ايه يا ابني انت وهو؟ مين يا ابني اللي هيشتغل في الدعوه الاسبوع ده وهيعاهد ربنا ان هو مستمر؟ ارفع ايدك يا تلات ارباع الناس بس. طب نزل ايدك، خلاص خلاص مش مشكله يعني. بس البطاريه لما بيبقى فيها ربع ضارب يقول لك ايه؟ لازم تتغير. فالدرس ده فيه ربع ضرب، فواضح ان الدرس ده لازم يتغير. بص يا رجاله، دي حمله وده مشروع ودي فكره اول مره نعملها، ونجحت باذن الله كل فتره هنكررها، كل فتره نقول المره الجايه درس شبابي انطلاق. الورش النهارده هيبقى فيها مشروع جوله، نزول جوله مع بعض الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله. والورش النسائيه يتفقوا مع بعض هيشتغلوا في الدعوه ازاي، باي فعاليه، حتى لو كل واحده تبعت واحده او هينزلوا يتكلموا اي مكان بقى، الطريقه اللي يتفقوا معاها مع بعض. الورش الرجاليه هيتفقوا مع بعض على النزول هذا الاسبوع ان شاء الله باذن الله. الاسبوع ده انا عايز اقابل كل شباب الورش ان شاء الله باذن الله. يعني انا يوم الاحد والثلاث انا مفضيهم الاسبوع ده ان شاء الله، مفضيهم للقاء الخاص مع شباب الورش. يعني كل ساعتين كده اقابل شباب ورشه، اقعد اتكلم معهم، اسمعهم نتكلم مع بعض في الدعوه الى الله، اكلمهم عن الجوله. يعني ممكن كل شباب ورشه قبل ما ينزلوا الجوله اقعد معهم ساعه مثلا، اكلمهم عن الدعوه او الجوله او فنيتها، وفي نفس الوقت اسمع منهم اعرف انتوا مين، نتعرف على بعض. نتعرف. الاسبوع اللي فات لما قعدت مع ورشه من الورش في قبل الجوله انا كنت فرحان يا جماعه، لان انا ما اعرفش كل الناس. وما الاسبوع اللي قبله قعدت مع ورشه من الورش في المقابر، جلسه تدبر في المقابر، كنت فرحان جدا لاني فعلا مش عارف كل الناس. انا بكتشف اصدقاء جدد وبكتشف اخوه جدد. يعني انت ممكن تقعد معايا يتقالك انك ان انا مش واخد بالي منك، انا قاعد افصص فيك، قاعد اشوف كلامك، اقرا دلاله كلامك على مشاكلك ايه، طب انت محتاج ايه، طب انت مرحلتك دلوقتي ايه، طب انتوا محتاجين الدرس يبقى المواضيع بتاعته تبقى في ايه. نبقى ماشيين على خط واحد، نبقى متواصلين مع بعض. طبعا التواصل الاساسي من خلال قط الورش، ولكن نبقى برضو متواصلين مع بعض. فالاسبوع ده ان شاء الله باذن الله احد اخواننا هيعدي على قاده الورش اثناء الورش، وهياخد ميعاد كل ورشه الحد والثلاث العصر او المغرب او العشاء باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نتقابل مع بعض يا جماعه ونتواصل مع بعض ويبقى في التحام. اللي عايز يتقابل برضو يعني يقعد مع ورشه من الورش النهارده ويلتقي معي في نفس الميعاد. يبقى اتفقنا على هذا الامر، على موضوع الورش وعلى موضوع الحمله الشبابيه الاسبوع الجاي. يعني جولات الاسبوع ده كله تشكيل على درس الجمعه الجايه باذن الله. اخواننا على النت نفس الموضوع، شباب وبنات عايزين المره الجايه يبقى المسجد ده نيو لوك، يبقى الكل غير ملتزم. يعني حتى يا ريت لو الملتزمين يحلقوا دقونهم مؤقتا بس عشان نحس ان احنا نجحنا، بس عشان نحس باي نوع من انواع النجاح. حاضر حاضر. ممكن يعني 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 ده برضو يعني حاجة ان شاء الله باذن الله عايز اقولها دلوقتي، ان قبل المغرب الجمعة الجاية يعني ممكن من العصر للمغرب مثلا او قبل المغرب بساعة، الناس تيجي تتقابل هنا اخوة واخوات، وينزلهم يعني المنطقة دي يا جماعة مليانة شباب كتير جدا جدا، ولكن لو شرقت وغربت ورحت يمين وشمال ونبدأ نعمل جولة تشكيل على الدرس ده. ليه؟ ما نحاول يا جماعة، عمل بنحاول نعمله كفريق واحد، ما يمكن ننجح، ما يمكن الحملة دي المرة دي تنجح. يعني حملات الدعوة اللي قبل كده الواحد كان بيحس انه بيزق في حجر، الناس ما بتتحركش، ما يمكن المرة دي الناس تتحرك ويحصل حراك دعوة على النت وعلى الأرض، وربنا يهدي بسببنا. لو خرجنا الجمعة الجاية بعشرة التزموا، ده احنا يعني يا بختنا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي حاجة. ما تنسوش يا شباب 13 و14 و15 يوم ايه؟
اتنين وتلات واربع من باب الدعوة الى الله شيروا على النت، من باب الدعوة الى الله شيروا برسائل محمول، شيروا على الواتس، شيروا في اي مكان بقى، في كل ما تستطيعه باذن الله سبحانه وتعالى. الاخ اللي ماسك خط الواتس يا ريت يذكرني اسجل كلمة على خط الواتس ان شاء الله باذن الله للتذكير باثنين وثلاث واربع باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كل واحد فينا يشتغل على قد ما يقدر للتذكير بفضل هذا الثواب باذن الله. من باب برضو ان مش كل الناس ممكن تتكلم مباشرة في الدعوة، او في ناس محتاجة مادة معاها، بره قدام المسجد بيباع ورق العشر من ذي الحجة، ورق العشر من ذي الحجة، لان عشر من ذي الحجة خلاص لسه عارفين لسه عليها كم جمعة؟ جمعتين بس، ما عادش فيه الجمعتين، الجمعة الجاية واللي بعدها وبعد كده الخميس اللي بعده هو أول يوم من أيام عشر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللي عايز يشتري ورق أو عايزة تشتري ورق عشان يشتغل بيه في الدعوة إلى الله ويوزعه بإذن الله سبحانه وتعالى محتسبا على الله. طيب بالنسبة لإخواننا على النت، بالنسبة لإخواننا وأخواتنا على النت يعني والمكافحين المستمرين في الورش إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى على النت، ان شاء الله في لقاء بكرة على النت على موقع الطريق الى الله على الغرفة الصوتية الساعة 10 بالليل باذن الله. هيبقى لقاء بقى لشباب النت وهنتكلم معاه في مشروع فرسان الدعوة وفريسات الدعوة باذن الله سبحانه وتعالى، وهنحاول ان احنا يعني نجهز عزائمنا ويبقى عندنا خط سير في مسألة الدعوة الى الله وفي مسألة حملة الدعوة. لان انا سامع يعني في واحد بيقول لي يعني درس النت اهم من درس المسجد. بيقول لي ليه؟ بيقول لي يا عم المسجد يعني مش كلهم رجاله واقوياء ومش عارف ايه، قال لي انما النت كلهم رجاله، الكلام ده صح ولا غلط؟ كلام صح ولا غلط؟ احنا عايزين نشوف بقى، هنشوف اللي هيشتغلوا اكتر بتوع المسجد ولا بتوع النت؟ هنشوف اللي هيجيبوا ثمره اكتر دول ولا دول؟ او اللي هيبذلوا مجهود اكتر دول ولا دول؟ فبكره ان شاء الله 10 بالليل لقاء مع اخواننا واخواتنا على النت ان شاء الله عشان مساله هذه الحمله ومساله علو الهمه بالذات قبل 10 ذي الحجه. يا جماعه الشباب اللي هيجوا المره الجايه باذن الله، انتوا عارفين المره الجايه هيبقى درس الشباب ان شاء الله، الجمعه اللي بعدها بقى هيبقى درس ايه؟ درس عن 10 ذي الحجه باذن الله. فاللي هيجي المره الجايه هيدخل على موسم عباده، يعني يا بخته اللي بيلتزموا في مواسم العبادة دول بيبقى ثباتهم سهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إن شاء الله بإذن الله مسألة تحفيظ القرآن مش عايزين ننسى قضية تحفيظ القرآن أبدا يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله مش عايزين ننسى قضية تحفيظ القرآن، مش عايزين يعني الدعوة تشغلنا عن التربية، إحنا عايزين نمشي في الدعوة والتربية مع بعض، نتربى وإحنا بندعو خلاص. فإحنا إن شاء الله بإذن الله إخواننا اخ خالد اهوت ارفع ايدك كده وقف كده وقف بس ما تخافش تقلقش، يعني اخ خالد اهوت يا جماعه المسؤول عن التحفيظ والتسجيل في التحفيظ بتاع المحطات السبعه ان شاء الله باذن الله. كلكم شفتوه؟ كلكم يعني في ناس يعني ماشي اقعد يا ابني علي العوض. فهو الاخ خالد ان شاء الله مسؤول عن التحفيظ للي عايز يسجل معاه، وتحت الاخوات في الورش ان شاء الله هم برضو المسؤولين عن التحفيظ للي عايز يسجل معاهم. يبقى اذا ما تنسوش 13 14 و15، ما تنسوش ان الاسبوع ده ان شاء الله هيبقى بدايه عمل جديد ثابت، احنا عايزين اخواننا في الورش يثبتوا ولو كل اسبوعين جوله، زائد كل واحد يتابع واحد وفي الورش يبقى في فقره ثابته كل واحد وكل واحدة عمل ايه مع الايه الشاب اللي بيتابعه او البنت اللي بتتابعها. عايزين نشتغل في الدعوة الى الله، انتوا عارفين يا جماعة لو الدرس ده اشتغل في الدعوة الى الله والله العظيم هتبقى حتة نقلة، لو ربنا استعمل السفينة دي في الدعوة الى الله هيبقى حتة استعمال، ربنا هيفتح علينا فتح وهيكرمنا كرم لو بدأنا نشتغل في الدعوة الى الله. نعاهد ربنا يا جماعة ان الاسبوع ده هنتعامل بنفسية رجل الاطفاء نتعامل بنفسية الداعي الى الله والداعية الى الله، وهنتكلم عن ربنا وهنوزع ورق عن ربنا من نشر الهداية ومن كل ما نستطيع وسيديهات ونتكلم عن الله. هنعاهد ربنا ان احنا نشتغل الاسبوع ده في الدعوة بس بنية الاستمرار مش بنية اسبوع، ده احنا هنستمر بعد كده ان شاء الله من خلال الورش ومن اللي شغالين بره الورش. مين يعاهد ربنا على انه هو فعلا يصدق الله في الدعوة الى الله ويشتغل في الدعوة الى الله؟ ها عايزين الناس ترفع ايدها، شايفك يا عم الشيخ عمر مش رافع ايدك ليه؟ وانت مين تاني مش رافع ايده؟ شايفكم مين مش رافع ايده؟ ارفع ايدك يا
هو انا عينيا ضعفت شويه بس انا ان شاء الله اجيبكم. ما شاء الله دكتور محمد مش رافع ايدك ليه؟ لا ايوه رافع ايدك ما شاء الله. اه ما شاء الله فعلا الشجاعه حلو ما شاء الله. ربنا يسددكم حبيبي ويبارك فيكم ويحفظكم. انا اسف والله يا جماعه الدرس ده والدرس اللي فات شدينا مع بعض شويه، ولكن والله يا اخواني من حبي ليكم ومن حرص عليكم ومن يعني ان الواحد شايف الخير فيكم، فان شاء الله باذن الله لعل بس شده كده عارضه وان شاء الله ننطلق بعد كده في الدعوه. ولو اشتغلتوا صح الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى لكم مفاجاتين ان شاء الله. هيبقى في معسكر باذن الله قبل 10 ذي الحجه مباشره باذن الله، هيبقى في معسكر وهيبقى في حاجه ثانيه برضو مفاجاه ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. هتشتغلوا الاسبوع ده ربنا يوفقكم ويسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.